ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا ربكم بخير. كتير منا بيواجه مشكلة في تطبيق الواتساب، وهي عدم ظهور الاشعارات، فبالتالي مش بتشوف الرسائل، او ان الرسائل تكون مبعوثة ليك ومش بتظهر غير لما بتدخل على تطبيق الواتساب من جوه. وفي فيديو النهاردة هنقدر نحل المشكلة دي بطريقتين، بس قبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. طيب، احنا عشان نحل المشكلة دي عندنا طريقتين، وبإذن الله الطريقة الأولى هتحل المشكلة بنسبة 90% ومش هنحتاج الطريقة التانية. نبتدي في الشرح. طيب مبدئيا يا شباب، أول حاجة هنعملها هنخش على الإعدادات بالشكل ده، وبعد كده هننزل تحت لحد جنرال أو عام وندوس عليها. هننزل تحت خالص ونيجي على كلمة ريست أو إعادة تعيين، هندوس بالشكل ده، وهنيجي على خيار Reset Network Settings أو إعادة تعيين إعدادات الشبكة، هندوس عليها بالشكل ده، وبعد كده هندخل الباس كود. هنعمل Reset Network Settings بالشكل ده، والآيفون بتاعنا هيعمل Restart. طبعا ما تقلقش، الخطوة دي مش هتمسح أي حاجة من بيانات الآيفون، وبكده مشكلة الإشعارات بإذن الله بنسبة 90% هتكون اتحلت. اما لو المشكله لسه موجوده، فكل اللي انت هتعمله انك هتحذف تطبيق الواتساب وبعد كده تعيد تحميله. بس قبل ما تمسح تطبيق الواتساب، كل اللي انت هتعمله هتدخل على تطبيق الواتساب بالشكل ده، وتيجي على الشات او المحادثات، وتيجي على شات باك اب، ان انت هتعمل باك اب او نسخه احتياطيه للبيانات بتاعه الواتساب، بحيث انك بعد لما تعيد تحميل الواتساب تقدر تسترجع جميع البيانات والمحادثات اللي موجوده على التطبيق. وبس كده، لو ظبطت معاك الطريقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.